نناقش الأخطاء الشائعة أثناء كتابة الرغبات في التنسيق، وإيه الحاجات اللي بنقع فيها أو اللي الطلبة بتقع فيها. مرات أحيانا تلاقي نفسها في مكان تاني، في كلية تانية، في محافظة تانية، وده ما كانش المطلوب أو ما كانش الرغبة الأساسية، لكن اتكتبت غلط أو الترتيب ما كانش سليم أو حصل تعديل في اللحظات الأخيرة. بنتابع كل الأخطاء دي ونصايح لكل الطلبة الحقيقة مع الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في ملف التعليم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا مرة تانية. إحنا وقفنا عند الخطأ رقم 10، وده برضو من ضمن الحاجات اللي الناس بتقع فيها، التوجه لمكتب التنسيق الرئيسي عشان أعرف الكلية المرشح ليها. لا لا، ما فيش الكلام دلوقتي، مش صحيح. خلاص. ليه؟ لأن حضرتك بيجي لك رسالة على الموبايل بتاعك أنك أنت ترشحت فيه المكان الفلاني، أو المواقع الإلكترونية بتعلن النتيجة مباشرة وقت اعتمادها من وزير التعليم العالي. بتخش على الموقع الإلكتروني بتعرف النتيجة مباشرة، ما بتروحيش لمكتب التنسيق، لأن دور مكتب التنسيق في وضع الحالي اختلف تماما عن دور مكتب التنسيق السابق. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، حتى في الوضع السابق وقت اعلان النتيجه مش هروح انا مكتب التنسيق اشوف انا رحت فين، ده هيجي لي افتح الدفتر والنبي وقول لي ولا انا فين. انما بتعلن النتيجه والصحف بتعلنها تماما، وكل كليه الحد الادنى ليها بيبقى واضح، وبالتالي ليس هناك جدوى من ان ما تتعبش نفسك، ما تاخدش بعضك ولا تروح المشوار. ده انا لو دخلت على الموقع الالكتروني لاي صحيفه من المواقع الالكترونيه على طول موجود. طيب. بس انا في حاجه كنت عايز، ما اعرفش انتوا من ضمن الحاجات اللي انتوا حاطين فيها اسئله ولا، عايز انبه واحذر الطلاب منها، خاصه احنا حضرتك حاليا دلوقتي شغال ما يسمى باختبارات القدرات، القبول والقدرات، القدرات. وده هتستمر حتى يوم 8 اغسطس، وهي بدأت يوم الخميس قبل الماضي. ودي للكليات التي يشترط القبول فيها ضرورة النجاح في هذا الاختبارات، زي كليات الفنون التطبيقية، كليات الفنون الجميلة، عمارة، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية الرياضية. دي حضرتك اعلام كانت وما بقتش، لا خلاص. والسياحة طلعت. ولأول مرة السنة دي كليات التربية النوعية، قسم مسرح وقسم تربية موسيقية، طلعت من هذه الاختبارات. وأصبح دخول القسمين دول داخل كليات التربية النوعية، توزيع داخلي داخلي، مش دخلت خلاص بالضبط. إنما دلوقتي الكليات اللي أنا بقول لحضرتك عليها دي، قد تكون أنت كطالب مش مهتم بيها دلوقتي، إنما هتحتك بعدين، خاصة إذا كان مجموعك في الحتة إيه؟ يعني في الحالة دي يعمل اختبار القدرات؟ لابد، هي حتى مفتوحة لو ما كانتش الكلية دي أساسا في دماغه. بالضبط. ليه برضو؟ قدر الكلية دي ترتيبه أو في من ضمن اهتماماته رقم 5، رقم 6، رقم 10 مثلا. فجه هو كتب الرغبات أول 9 رغبات ما جاتلوش، يقول إيه أنا عايز أخش الكلية الفلانية، التربية الرياضية أو الموسيقية، هل أنت دخلت اختبارات القدرات؟ افرض فات معاد الاختبارات، خلاص هتتقفل يوم 8 أغسطس ولن تفتح مرة تانية، يعني بإغلاق باب الاختبار القدرات يوم 8 أغسطس مرة تانية. حتى ولو كنت الأول على الثانوية العامة، لو كنت الأول على الثانوية العامة وعايز تخش أي كلية من هذه الكليات اللي يشترط القبول فيها ضرورة النجاح في الاختبارات دي، يبقى مش يعني القصة مش قصة مجموعة بس، لازم تبقى عامل اختبار وهي القدرة. متاحة دلوقتي، انت عايز تتقدم لأكتر من اختبار، لأكتر من كلية، متاح. بس ما تضيعش الفرصة إذا كانت من بين اهتماماتك. يعني قد لا، قد يعني ما يشترطش انها تكون الرغبة الأولى أو الثانية، لكن موجودة أو ضمن العشر رغبات، رغبات الخمستاشر رغبة، مش هتخسر حاجة وتخش، لعل لو عايزة تحتاج هذه الرغبة وهي بيبقى الملاذ الأخير بالنسبة لك أو الأهم انك انت تتغير. دي نصيحة مهمة جدا، نصيحتي لأبناء الطلاب، طلبة وطالبات، ان هم اذا كان لديهم رغبة ان تكون كليات الاختبارات القدرات او اللي يشترط القبول فيها نجاح في هذه الاختبارات من ضمن اهتماماتهم، ان خش اعمل الامتحان دلوقتي، ودي اتيحت قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة، وسواء عرفت ناجح ولا مش ناجح انت تخش هذه الاختبارات، لعل وعسى
احتاجها دي نصيحة ذهبية. نعم. 11 و 12 اظن احنا شرحناهم اللي هو تغيير التوزيع الجغرافي وفترة تقليل الاغتراب. نعم. 13 بقى اختيار الطالب الكليات دون الالتزام بالنطاق الجغرافي. يعني برضو لا اكتب رغبة. الكمبيوتر حضرتك مش هيقبل. مش هيقبل اصلا. مش هيقبل ليه؟ وانا جاي ارجع تاني انا من اسيوط. وعايز اخش طب بس رحت كاتب طب القصر العيني الاول. مش هخش طب القصر العيني حتى لو هتاخد مجموع بعد كده. فلابد الاول اكتب طب اسيوط وبعدين اكتب بقيه كل كليات الطب الاخرى اللي انا عايزها. قد يكون بعد اسيوط اكتب القصر العيني. اوكي. بس لابد تكتب الكليه اللي انت واقع في دايرتها الجغرافيه. ودي اللي بنسميها القبول الجغرافي. نكتب الكليات المجموعه الف اذا جاز التعبير في دايرتي ثم بعد كده الكليات الابعد فالابعد. طيب 14 برضو نفس النقطه. 15 بقى حقيقه طالب العام الماضي 2022 في التقديم لتنسيق العام الحالي 2023. لا ما فيش تنسيق العام الحالي. اه انما انا دلوقتي ما هو برضو بس له حق ان هو يغير. بس ازاي بقى؟ وهدي لحضرتك مثل وللساده المشاهدين وابناء الطلاب. انا رحت في كليه في سوهاج السنة دي وما استريحتش فيها وعايز أقدم لكلية تانية أحول لكلية تانية مش كليتي أقوم أنتقل إلى الكلية المناظرة في القاهرة إذا كنت من أبناء القاهرة اللي هو تقليل الاغتراب أو التحويل الجغرافي إنما عايز أغير كلية خالص في سوهاج برضو في سوهاج أو غير سوهاج. هنا مش من خلال مكتب التنسيق لأن مكتب التنسيق لا يتعامل إلا مع شهادة الثانوية العامة الحديثة. يعني لا يتعامل مع طالب جامعي. طب أنا عايز أروح أنا مش هكمل في الكلية دي يبقى التحويل بين الكليتين عن طريق بقى أنا بقى إيه بأخد بيان حالي ملفي ما أخدش ملف إلا مع الكلية الأخرى تقبلني. بعمل بيان حالة من الكلية اللي أنا موجود فيها حاليا سواء كنت راسبا رسبت فيها أو ناجح لكن مش عايز أكمل. عايز أروح كلية تانية غير الكلية اللي أنا فيها. بأخد بيان حالة وتقدم للكلية اللي أنا عايز أنتقل ويشوفوا هو مجموع الحد الأدنى للقبول في الكلية اللي أنا عايز أروحها هل هو السنة اللي فاتت يمشي مع مجموعي ولا أعلى يعني على تنسيق السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت على مجموع السنة اللي فاتت بالضبط. السنة اللي أنا كنت فيها. وإلا مثلا واحد دلوقتي ما دخلش كلية طب السنة اللي فاتت لأن كان الحد الأدنى يقول لك السنة دي الحد الأدنى جابتني أروح بقى لا الطب انخفضت فروح محاوة ما ينفعش. فهي على حسب مجموع السنة اللي فاتت والحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها أو الانتقال بتاع السنة اللي فاتت. وبالتالي هنا يكون التحويل بين كليتين مباشرة وليس عن طريق مكتب التنسيق. طيب ممتاز ده يفسر النقطة 16 وبرضه يفسر 17 تقريبا و18 اتكلمنا عنها اللي هي الكلية اللي احنا ما عملناش فيها اختبار القدرات ده ما ينفعش. نعم. 19 بقى نقطة غريبة جدا بس حصلت مع ناس كتير. الطالب بينسى انه يدوس سيف أو حفظ الرغبات ويقفل الموقع أنا كتبت وعملت لكن ما داسش حفظ لا مش حفظ إرسال أو إرسال يبقى مرحش الرغبات بتاعته كل اللي كتبه ده مرحش أنا بعمل سند حضرتك على الواتس كتبتي لي رسالة بتهيألي إني كتبت لكن ما بعتش أنت كتبت رسالة لي عايزة توجهي لي رسالة تقولي يا أستاذ رفعت كذا وكذا وكذا وما عملتيش سند ليا انت لم تتلقى شيء تقولي ده انا كاتباها بس ما وصلتنيش ما عملتيش سند ده خطا تقني انما عملت سند وادالك اوكي يبقى خلاص وعشان كده طبع الايصال انك انت ارسلتي الصفحه بتاعتك لمكتب التنسيق مهم جدا لان ده مستند بالنسبه لك انك انت ارسلتي رغباتك الى مكتب التنسيق. طيب آخر بقى حاجة نختم بيها برضو بما أنها مهمة جدا وهي مسألة الكائنات الوهمية ودي الكثيرين بيقعوا فريسة ليها ويقول لك أنا ما جبتش المجموع ده لكن هروح مكان لم يتأكد من هو معتمد ولا لم يتأكد هو موثق أو معترف بيه ولا وده بتهيألي عايز حلقة لوحده لكن برضو أسمع من حضرتك نصيحة بشكل ملخص أستاذة هبة أنا مش مؤمن بقولة إن خديعة والضحك علي وكذا كذا أنا طالب ثانوي عام وعارف إن الدخول إلى الجامعات أو المعاهد من خلال جهة واحدة بس وهي مكتب التنسيق إما يجي أنا أروح لكيان وهمي
ويقول لي تعالى في الشقة الفلانية احنا عاملين معهد مش عارف وشقتين فاتحينهم على بعض وكلام من ده وبندرس كذا وكذا، ده كله كيانات وهمية. تعرف حضرتك اجمالي عدد الكيانات الوهمية التي تم اغلاقها في الثلاث سنين اللي فاتوا كام؟ 450 كيان وهمي. وتقفل الكيان هنا يتفتح ليك في حتة تانية بمسمى تانية. وهي مشكلته انها بتطلع ضبطية قضائية من قبل وزارة التعليم العالي عندما تبلغ ان في كيان وهمي في الحتة الفلانية ويصدر قرار باغلاقها، وتبلغ المحافظات بهذا القرار، لان المنوط بتنفيذ قرار وزير التعليم العالي بإغلاق هذا الكيان هي المحافظة وليست وزارة التعليم العالي. وبالتالي هي الوزارة مستمرة في محاربة هذه الكيانات. ونصيحة لكل طالب ثانوية عامة أو دبلوم فني أو خلاف، ونصيحة لكل ولي الأمر، التقدم للكيانات الرسمية المؤسسات التعليمية من خلال مكتب التنسيق مباشرة. ده خلاصة القول بالضبط. أهم حاجة. أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا، نورتنا الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في ملف التعليم، نورتنا كالمعتاد. بشكرك يا أستاذ هيو. وصلت مع حضراتكم لاختام حلقتنا اليوم من الخلاصة. كل التوفيق لكل الطلبة في المرحلة اللي جاية، وزي ما اتفقنا ولا في حاجة اسمها كلية قمة ولا كلية قاع، كل الكليات تقدر تنجح فيها وتقدر تحقق فيها هدفك ومستقبلك، شرط انك انت تلاقي نفسك او تشوف ايه المناسب ليك وتجتهد قدر الامكان. بشكركم ونلتقي في خلاصة جديدة.